لازم بس تبين لي طبعا. لا السيسي ما عملش انقلاب، السيسي اداله نظار 48 ساعه على اساس يمشي الامور قانونيه لاراده الشعب. هم فشلوا في الحكم. طبعا ده طمن الشعب اكتر يعني، وبيحسس الشعب ان الجيش معاه، وبيحسس الشعب يعني ان الثوره لسه بخير، رفع الروح المعنويه يعني، يطمن الشعب وخلى الشعب كله يفوق يعني. ايه؟ تجارة فلسطينية. لا احنا بنقول الحق، الجديدة الجديدة بتجيب الرأي والرأي الآخر. الجزيرة. والله هو السيسي امبارح يعني خدم الثورة خدمة كبيرة بأنه استنفر القوى الإسلامية مرة تانية، لأن احنا حسينا أن الثورة اللي احنا عملناها هتتسرق منا، فاستنفر كل القوى الإسلامية تاني وجمعها تاني بعد ما كاد أنه. وبعدين بيقول أنه مش انقلاب عسكري ومش من طبيعة الجيش أن نعمل انقلاب عسكري، ولكن هو انقلاب ليبرالي علماني على الثورة المصرية. حضرتك احنا الناس في التحرير دول جزء من الشعب المصري، ليه وجهة نظر ولازم نحترمها، واحنا برضو لينا وجهة نظر لازم نحترمها ايا كانت الطريقة. الآلية لازم تكون آلية ان شاء الله ديمقراطية يقبلها الشعب جميعا، يعني القوة المعارضة والقوة المؤيدة ايه لشرعية الرئيس ايا كانت هذه ايه القرارات، لازم لم يفرض رأي احد على احد.